بالنسبه لي النيونيتال انيميا، اسباب النيونيتال انيميا، حرف ال ليس برودكشن لوس بلاد لوس ولايسز هيموليسز. طيب ليس برودكشن، الحاجات اللي بتقلل ار بي سيز برودكشن، المصنع بتاع الار بي سيز اللي هو بومارو ما بينتجش ار بي سيز. ليه؟ نتيجه لكونجنتال انفكشن، نتيجه لكونجنتال ليوكيميا، نتيجه لكونجنتال بيور ريد سيل انيميا. يعني ايه كونجنتال بيور ريد سيل انيميا؟ من المفترض ان لما بيحصل بومارو انهبيشن، الانهبيشن بيبقى على مستوى كل الخلايا، يعني الار بي سيز وايت بي سيز وبليتلت، فبيعمل لي بان سيتوبينيا. هنا بقى الانهبيشن على مستوى مين؟ على مستوى الار بي سيز بس، فبنسميها بيور ريد سيل انيميا، تمام؟ او الاسم الثاني بتاعها الدايموند بلاك فان سندروم، تمام. طيب ده بالنسبه لي برودكشن. طيب اللص ده واحد، ده بيفقد الطفل ده بيفقد دم كتير، دي اسباب قبل الولاده برينيتال، واسباب بعد الولاده البوست نيتال. طب اسباب قبل الولاده حاجه اسمها الفيتو فيتال والفيتو ماترنال والبلاسنتا بريفيا. الفيتو فيتال دوت توائم، توائم بيبقوا ايه؟ توأم بيبقوا بنفس البلاسنتا، يعني نفس المشيمه نفس البلاسنتا واثنين توأم، تمام. التوأم دول واحد منهم بيبقى طماع شويه ياخد دم من اخوه، فيحصل الدم اللي اتاخد منه ده يحصل ايه؟ بلاد لوس. طيب الفيتو ماترنال يحصل اختلاط ما بين دم الام ودم الطفل، طيب فدم الطفل بيقل شويه في الكميه بتاعته فيحصل ايه؟ بلاد لوس. طيب البلاسنتا بريبيا، المفروض البلاسنتا اللي بتمسك في الابر يوترين سيجمنت، يحصل كونجنتال انوميلي فتمسك في اللور يوترين سيجمنت، اللور يوترين سيجمنت بتبقى ثين، طيب تبقى لايبل انها يحصل لها ديتاتشمنت، تفصل، لما تفصل يعمل ايه؟ يحصل نزيف. طيب البوست نيتال، اسباب البوست نيتال متجمعه في كلمه بوست، متجمعه في كلمه ايه؟ بوست. البي اللي هو البليدنج، اسباب النيونيتال بليدنج قلناها في تسجيل قبل كده. الاس فريكوينت سامبلنج، يعني انا باخد عينه من الطفل باستمرار، كل شويه اخد عينه عمال اصفيه عمال اخد منه دم. طيب التي، تي تروما خدناها قبل كده في البيرث انجري اللي هو الكفالي هيماتوما، لما ينزف دم، لما ينزف هيفقد دم، هيحصل له انيميا، ماشي. طيب بالنسبه لي الهيموليسيس قلناها قبل كده برضو ان الهيموليسيس في اميون ونون اميون. الاميون هنشرحها دلوقتي ان شاء الله، اللي هي الايه؟ ار اتش انكومباتيبلتي والاي بي او انكومباتيبلتي. طيب النون اميون في حاجات لها علاقه بالار بي سي نفسها كولباسكولار، في حاجات بره الار بي سي اكسترا كولباسكولار، حاجات لها علاقه بالار بي سي نفسها يا اما في الممبرين بتاعها حاجه اسمها سفيروسايتوزس والكتروسايتوزس، يا اما في الانزيمز بتاعتها حاجه اسمها جي 6 بي دي، طيب يا اما في الهيموجلوبين نفسه اسمها الهيموجلوبينوباثيز، الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا. طيب يا اما حاجات اكسترا كوباسكولار زي الدي ار سي، السبسس، الفيتامين كي ادمنستريشن، الدراجز، ماشي. طيب الانفستيجيشن هلاقي بما انها هي انيميا هلاقي في كلهم كل انواع الانيميا دي هلاقي فيها ايه؟ ديكريس ار بي سي كاونت، ديكريس هيموجلوبين كونتنت، ديكريس الهيماتوكريت فاليو. طيب هلاقي الريتيكولوسايت عاليه ما عدا البون مارو اللي هو الايه؟ ار بي سي برودكشن. الريتيكولوسايت بتمثل الاكتيفيتي بتاعت البون مارو، يعني كل ما زادت الريتيكولوسايت انا اطمن ان البون مارو شغال كويس. ليه؟ لان انا بيحصل هيموليسيز او بيحصل لص، البون مارو بيحاول يعوض الفقدان بتاع الدم ده بانه يطلع اماتيور ار بي سيز ريتيكولوسايت، تمام. بما ان البون مارو مضروب في حاله الديكريس ار بي سي كاونت اللي هي كونجنت انفكشن والويكيميا دي، قال لك البون مارو مش عارف يطلع ريتيكولوسايت فبايه؟ بتقل الريتيكولوسايت. طيب بالنسبه لايه بيليروبين؟ هيبقى نورمال في كله ما عدا الهيموليسز، ان الهيموليسز او انها اللي كده في الجوندس بيحصل ايه؟ ان دايركت هايبر بيليروبينيميا. طيب بالنسبه لي كلينيكال بيكشر، كلينيكال بيكشر بتاعت الانيميا العادي العادي بتاعنا، ماشي. التريتمنت اعالج السبب، هشوف لو انجكشن او في سبسس او في اي حاجه اعالج السبب. طيب انقله دم بلاد ترانسفيوشن، طيب ادي له اريثروبايتين من بره، الاريثروبايتين هو اللي بيستميليت البوم مارو عشان تطلع مين؟ الار بي سيز. بدي له ريكومبيننت عن طريق الجينيتك انجينيرنج، يعني ريكومبيننت هيومن اريثروبايتين، ماشي. في كلمتين كده عن الانيميا، حاجه اسمها الفيسيولوجيكال انيميا اوف انفانسي، ده بيحصل ليه؟ قال لك الطفل بيتنفس عن طريق البلاسنتا، اللنج بتاعته مش شغال، تمام؟ فالبلاسنتا ايه هي اللي شغال. طيب كمان الهيموجلوبين عنده الهيموجلوبين بتاعه هيموجلوبين اف، الار بي سيز اللي فيها هيموجلوبين اف بتتكسر بسرعه، بتوع 60 يوم بتتكسر، شورت لايف سبان. كمان الهيموجلوبين اف بيمسك في الاكسجين يكلبش فيه، فبيعمل ايه؟ بور اوكسجين ديسوشيشن، بمعنى المفروض الهيموجلوبين وظيفته ان هو يشيل الاكسجين ويديه للانسجه، دلوقتي الهيموجلوبين ماسك في الاكسجين بيبقى بور اوكسجين ديسوشيشن مش عايز يسيبه، تمام. فبيحصل ايه؟ هايبوكسيا. الهايبوكسيا تستميليت تزود اريثروبايتين سكريشن، الاريثروبايتين يشتغل على بومارو يعمل ايه؟ بوليسيثيميا. بعد ما الطفل يتولد اصبحت البلاسنتا مش موجوده، فاللنج تبدا تشتغل تزود اوكسجين كونسنتريشن، لما يزيد اوكسجين كونسنتريشن تروح ايه؟ مقلله الاريثروبويسس، لما تقل الاريثروبويسس دي حاجه كمان الهيموجلوبين اف يبدا يقل عشان يحل محله الهيموجلوبين ايه، فالهيموجلوبين اف وهو بيقل يحصل حاجه اسمها ايه؟ ونتيجه كمان ديكريس الاريثروبويسس يحصل حاجه اسمها فيسيولوجيكال انيميا اوف انفانسي، تمام. طيب بالنسبه للايزو ايميونايزيشن، الايزو ايميونايزيشن
اللي هي الار اتش انكومباتيبلتي. من المفترض الار بي سي بتاعتنا عليها انتيجينات، عليها انتيجين، عليها ايه، مواد مولده ليه الانتيجين. في عندنا انتيجين ايه وانتيجين او، انتيجين ايه وانتيجين بي وانتيجين دي، تمام. طيب 35% من الناس عندهم الدي انتيجين اللي هو الايه اسمه الار اتش، ار اتش بوزيتيف. 35% من الناس ار اتش بوزيتيف، عليهم الار بي سي بتاعتهم عليها دي انتيجين، والدي انتيجين يا اما يكون سائد يا اما يكون هجين، يا اما يكون يا اما يكون نقي يا اما يكون هجين. نقي يعني دي كابيتال، دي كابيتال. هجين يعني دي كابيتال دي سمول. ماشي، ال 15% باقيين ما عليهمش دي انتيجين، ار اتش نيجاتيف. طيب ايه الفكره برضه؟ الفكره لو الفادر الاب ار اتش بوزيتيف والام ار اتش نيجاتيف. طيب لو حاجه بتاع الوراثه بتاع زمان، لو الفادر ار اتش ار اتش بوزيتيف يعني دي كابيتال دي كابيتال او دي كابيتال دي سمول، تمام. الام تبقى ار اتش نيجاتيف دي كابيتال، اسمها دي سمول دي سمول، تمام. فالانفانت هيبقى ايه؟ هيبقى دي كابيتال دي كابيتال او دي كابيتال سمول، يعني يبقى ار اتش بوزيتيف. يعني الطفل هيبقى ايه؟ ار اتش بوزيتيف والام ار اتش نيجاتيف. طب ايه المشكله برضه؟ بيحصل من المفترض ان دم الام ودم الجنين ما بيحصلش فيه مختلاط، يعني طب إيه؟ طب ازاي بيحصل توزيع النيوترنت والاكسجين ما بين الام والجنين؟ قال لك الام دم الام بيلف في جسمها لحد ما يوصل ايه؟ لحد ما يوصل للبلاسنتا. بس انت عامله زي الباب، عامله زي الستاره كده، الدم بتاع الام يروح واقف يخبط الباب يديني ايه؟ يروح باعت النيوترنت وباعت الاكسجين عبر البلاسنتا من غير ما يحصل اختلاط ما بين الار بي سيز بتاعت الام والار بي سيز بتاعت الجنين. يديها نيوترنت ودي اكسجين ويخلي السي او 2 ويمشي ويتكل على الله. يبقى اذا بيحصل ايه؟ يحصل اكستشينج ما بين دم الام ودم الجنين من غير ما يحصل اختلاط. طيب امتى يحصل اختلاط؟ لو حصل الدليفري اثناء الولاده، او حصل ابورشن، او حصل بلاد ترانسفيوجن. الحاجات دي تعمل اختلاط من دم الام ودم الجنين. وانس ان حصل اختلاط، اللي احنا قلنا الجنين كان عنده ار اتش بوزيتيف، فالانت الار بي سيز عليها دي انتيجين، عليها ايه؟ عليها ار اتش بوزيتيف، ودم الام عليه ار اتش نيجاتيف. الاميون سيستم بتاع الام مش متعرف على الار اتش بوزيتيف ده، فلما يحصل اختلاط ما بين دم الام ودم الجنين يكون انتي بودي اجينست الار اتش بوزيتيف، بنسميه الانتي دي انتي بودي، تمام. يبقى دلوقتي الاميون سيستم كون لي الانتي دي انتي بودي، فدم الام مليان انتي دي انتي بودي. فايه اللي يحصل؟ الانتي دي انتي بودي لا يروح يكسر في الاربسيز بتاعت الجنين. طيب الفيرست بيبي مش يوجوالي نوت افكتد، ليه؟ لانه بيتولد وخلاص، هو مجرد بس حصل اختلاط ما بين دم الام والجنين ما بيلحقش يحصل له هيموليسيس، فبيروح نازل. يحصل له هيموليسيس امتى؟ بيحصل له هيموليسيس امتى؟ لو حصل بريفيوس ابورشن او بريفيوس بلاد ترانسفيوجن، يعني الاميون سيستم قبل كده كان متعرف على الاربسيز دي ومكون لها ومكون ضدها انتي بودي. فلما يحصل اختلاط اثناء الولاده بتاعه الطفل الاول هيكون اصلا اوريدي سنسيتايزد مادر، اوريدي متكون فيها الانتي بودي، فيحصل ايه؟ هيموليسيس. وكمان في حاله هنقولها كمان شويه. طيب اذا الفيرست بيبي غالبا نوت افكتد. طيب مين اللي بيتاثر؟ إيه بيتاثر؟ من اول السكند بيبي، السكند بيبي والثيرد بيبي، من اول الطفل الثاني واحنا ماشيين، من اول الطفل الثاني واحنا ماشيين. ايه اللي بيحصل؟ الطفل الثاني دلوقتي موجود في اليوترس، وموجود في اليوترس، وعندنا الانتي بودي بتاع الانتي دي انتي بودي موجود في ايه؟ موجود في دم الام، فيعدي بلاسنتا. الانتي دي انتي بودي ده مميزات ان هو سمول موليكولار ويت، ايمونوجلوبين جي، ايمونوجلوبين جي، يقدر يعدي بلاسنتا ويروح رايح على ار بي سيز، يروح على ار بي سيز بتاع الطفل ويكسرها، يعمل لي ايه؟ يعمل لي هيموليسيس، يعمل لي هيموليسيس. وهنعرف الكليكابكيشر بتاعتنا. طيب هل هو لازم يحصل هيموليسيس؟ لا، مش شرط يحصل هيموليسيس، يعني ممكن يكون الام عن ار اتش بوزيتيف والجنين ار اتش نيجاتيف ولكن ما بيحصلش هيموليسيس، ما بيحصلش ار اتش انكومباتيبلتي. امتى يحصل الكلام ده؟ لو الفادر كان هجين دي كابيتال دي سمول، او بنسموه هيتيروزايجوس، او كان الفادر ار اتش نيجاتيف. يعني لو الفادر ار اتش بوزيتيف، ار اتش بوزيتيف بس هجين دي كابيتال دي سمول اسمه هيتيروزايجوس، او لو الفادر كان ار اتش نيجاتيف ما فيش مشكله. طيب قال لك مش كل الولاد، يبقى دي تبع الاب. تبع الام نفسها بقى ممكن تكون الابيليتي بتاعه الام، الابيليتي بتاعه الام الاميون سيستم نفسه، مش كل الاميون سيستم يعني يبقى قوي كفايه انه يكون انتي بودي، يعني ممكن ما يلقطش حته الانتيجين دي وما يكونش انتي بودي. يبقى الفاريبل ابيليتي فروق فرديه ما بين الام، ما بين الامهات يعني. طيب في الولادة نفسها مش كل الدليفري بيحصل فيها ايه؟ اختلاط دم. نوت الدليفري اسوشيتد ويز الفيتو ماترنال ترانسفيوجن، مش كل الدليفري بيحصل فيها اختلاط للدم. طيب الاسوشيتد اي بي او انكومباتيبلتي. طيب ممكن هنعرف بعد كده حاجه اسمها الاي بي او انكومباتيبلتي، بتبقى دم الام بيبقى او، بيبقى فصيل الدم او، ودم الجنين بيبقى ايه او بي، تمام. الاو فصيل الدم او مميزاتها ان انها مش موجود عليها انتيجين ولكن مليانه بالانتي بودي، يعني انتي بودي اجينست الاي واجينست البي، فيحصل اختلاط، يحصل اختلاط بطريقه معينه ما بين دم الام ودم الجنين. الانتي اي والانتي بي يكسر خلايا، يكسر الابيسيز بتاعه الطفل من قبل ما يحصل ستيميليشن للانتي دي انتي بودي. تاني يعني الاي بي او انكوماتيبلتي يتسبب في الهيموليسيس بتاع الار بي سيز، فيكسر الانتيجين بتاع مين؟ بتاع الار اتش،
قبل ما الاميون سيستم يتعرف عليه، قبل ما الاميون سيستم يتعرف عليه. تمام؟ يبقى قال لك ايه، نوت افري ار اتش انكومباتيبلتي ليدنج تو هيموليسيس. ليه؟ نتيجه الاربع اسباب، حاجه للاب، حاجه للام، حاجه للولاده، او حاجه للدم نفسه. حاجه للاب، الاب ممكن يكون هيتروزايجوس هيين دي كابيتال سمول، او ممكن يكون ار اتش نيجاتيف. الام قال لك ايه، فاريبل ابيليتي، فروق فرديه ما بين الامهات ما بين الاميون سيستم، مش شرط يكون لي انتي دي انتي بودي. طيب الولاده نفسها، الولاده نفسها مش كل الولادات بتتميز باختلاط الدم اللي هو الايه، نوت اول دليفري اسوشيتد ويز الفيتو ماترنال ترانسفيوجن. طيب الدم نفسه قال لك الاي بي او انكومباتيبلتي، دم الام بيبقى بلاد جروب او ودم الجنين بيبقى اي او بي، فالام الام عندها انتي اي او انتي بي يكسر في الار بي سي بتاع الطفل من غير ما من قبل ما يحصل ستيميليشن للار اتش. ماشي. ممكن كمان حاجه اسمها الفاميلي بلاننج. الفاميلي بلاننج ده قال لك ايه، بيخلفوا عيل ويسكتوا على كده، يعني بيخلفوا واحد بس او خلفوا اثنين بس، ما بيحصلش كومبليكيشن لانه ما بيخلفوش كتير، ما بيخلفوش كتير. طيب ممكن كمان الروتين، روتين اكزامينشن بتاع الدكتور النساء، لو لقى عندها ار اتش انكومباتيبلتي بيديها انتي دي انتي بودي. طب ليه يديها انتي دي انتي بودي؟ طيب دلوقتي الاميون سيستم انا مش هديله فرصه انه يتعرف على الار اتش انتيجين، مش هيديله فرصه انه يتعرف على ار اتش انتيجين قبل الولاده، يروح مدينها انتي دي انتي بودي. الانتي دي انتي بودي دون يروح مكسر لي شويه الار بي سيز اللي بتيجي من اختلاط الدم. لما بيحصل اختلاط الدم ما بين الام والجنين يكون انا مديها من بره انتي دي انتي بودي، فتروح مكسره لي شويه الار بي سيز اللي ايه بتوع الطفل دول. الاميون سيستم بتاع الام ما بيلحقش يتعرف عليهم، يبقى انا كسرتهم من قبل ما ايه، من قبل ما الاميون سيستم يتعرف عليهم. ماشي. ده بالنسبه لي الباثوجينيسيس. ماشي. الكلينيكال بيكتشر اكوردنج تو السيفيريتي، اكوردنج تو السيفيريتي يعني بيحصل حاجه، ثلاث حاجات، الهيدروبس فيتاليس والاكتاس جريفس نيوناتورم والهيموليتيك انيميا. الهيدروبس فيتاليس يعني ايه، هيدروبس فيتاليس بتيجي ازاي دي؟ قال لك الجنين دلوقتي بيفقد دم بيفقد دم، تمام، وبتكسر الار بي سي بتاعته، تكسر الار بي سي بتاعته، بينتج عنها ايه، الاندايركت بيليروبين، ينتج عنها اندايركت بيليروبين. الاندايركت بيليروبين طالما الجنين جوه الرحم، جوه اليوترس، ما عندوش مشكله من الاندايركت بيليروبين. ليه؟ لان الاندايركت بيليروبين بيبقى ليبت سوليبل، يقدر يعدي من البلاسنتا ويروح رايح على الليفر بتاع الام، ويحصل له كونجيوجيشن وينزل في الستول بتاع الام. يبقى انا كده اتخلصت منه، الام بتخلصني بالاندايركت بيليروبين. طيب الانيميا، الانيميا للاسف الام مش هتقدر تعوضها. ليه؟ لان الار بي سيز احنا قلنا ما بيحصلش اختلاط ما بين دم الام ودم الجنين، فالار بي سيز مش هتعدي والهيموجلوبين مش هيعدي عن طريق البلاسنتا، فالطفل ده هيفضل عنده انيميا، بتبقى سيفير انيميا. السيفير انيميا تعمل له انيميك هارت فيلير، تمام، يعني تعمل له تاكي كارديا وتعمل له انيميك هارت فيلير. الهارت فيلير يعقبه الكونجستيف هارت فيلير، يعني اللور ليمب ايديما او جنرالايزد ايديما. جنرالايزد ايديما نتيجه ايه، كونجيشن اللي موجود في الهارت، الفينوس ارتيريا بيتضرب، تمام، فترشح ميه على مستوى الجسم كله. جنرالايزد ايديما يحصل اسايتس، تمام، بيحصل كمان باللورا افيوشن، يحصل بريكارد افيوشن، يحصل ايه، الليبر وسبلين بتوع الطفل يحاولوا يعوضوا الفقدان بتاع الدم ده، فيعملوا ايه، الاكسترا ميدالري هيموبويسز او هيماتوبويسز، يحاولوا يصنعوا اربسيز فيكبروا في الحجم، هيباتو سبلين وميجالي. يبقى اذا حصل سيفير انيميا نتيجه ايه، لفقدان الدم، والانيميا مش قادرين نعوضها عشان الاربسيز والهيموجلوبين ما بيقدرش يعدوا من البلاسنتا، في حين الاندايركت بيليروبين قدرنا نكسره بانه هو عدى البلاسنتا عشان هو ليبر سولوبل واتكسر في الكبد بتاع الام، في الليفر بتاع الام. طيب السيفير انيميا تعمل لي انيميك هارت فيلير، تعمل لي جنرالايزد ايديما، تعمل لي اسايتس، تعمل لي بريكارد افيوشن، تعمل لي بلورال افيوشن. طيب الليفر والسبلين يحاولوا يعوضوا، يعملوا اكسترا ميدلاري هيماتوبويسز اسمها ايه، بيعمل لي ايه، هيباتو سبلين وميجالي. معظم الحالات بتموت يا اما ان يوترو داخل الرحم، يا اما ما يخرجوا يموتوا على طول، شورت ريأكت بيرس. طيب تاني حاجه الاكتراس جريبس نيناتورم، بنسميها اكتراس، اكتراس يعني صفرة. قال لك بيحصل نفس اللي حصل للهيدروس فيتاليز، ولكن هنزود حاجه اسمها الاندايركت هايبر بيليروبينيميا. هنا الاندايركت بيليروبين مش قادرين نتخلص منه، لان الطفل اوريدي اتولد، الطفل اتولد، تمام، والليفر بتاعه ايماتيور مش قادر يتخلص من الاندايركت بيليروبين. هو كان الهيدروس فيتاليز الميزه بتاعته كان الاندايركت بيليروبين لسه ايه، لسه جوه الرحم، فيقدر يعدي بلاسنتا ويكسر عند الام. اما هنا هو اتولد، فبالتالي الليفر بتاعه مش قادر يكسر الكميه بتاعه البيليروبين دي، هو اصلا ايماتيور، تمام، فيحصل ايه، اندايركت هايبر بيليروبينيميا، يعقبها مين، الكيرنيكتوس اللي احنا شرحناه قبل كده، تمام. غالبا لو ما اتعالجش برضه هيموت في النيونيتال بيريود اول 28 يوم. ماشي. في بعد كده الهيموليتيك انيميا، بتبقى مايلد هيموليتيك انيميا. ليه تبقى مايلد؟ لان الانتي دي انتي بودي بتبقى هنا بقى اسمه تتر. التتر ده يعني ايه، يعني الانتي بودي اللي الكون ده بيبقى ليفل بتاعه قليل، بيبقى مستواه قليل، مش قوي بالقدر الكافي انه يكسر الار بي سيز ويديني انيميا، فتبقى ايه، الانيميا اللي بتتكون دي بتبقى مايلد انيميا، تمام، بيبقى مايلد هيباتوميلي، بتبقى مايلد هايبر بيليروبينيميا، تمام. فكل حاجه تبقى ايه، بتبقى مايلد ديجري، يعني نفس اللي حصل قبل كده بس هيبقى ايه، مايلد. لان كمان الهاف لايف بتاع الانتي دي انتي بودي، الهاف لايف حوالي اسبوعين او ثلاثه، فبتقعد فتره على ما تشتغل. المايلد هيموريتيك انيميا هي البيست بروجنوستيك تايب، يعني بيتعالجوا يبقوا كويسين.
تمام؟ يبقى الهيدروكسكتاليز والاكتروسكريبس الميناتورم والهيموليتيك انيميا. طيب الديفرنشال دياجنوزس، اي حاجه تعمل نيوريتال انيميا اللي احنا لسه قايلينها من شويه، اي حاجه تعمل نيوريتال جوندس اللي احنا قلناها قبل كده في التسجيلات قبل كده. طيب اي حاجه تعمل هيدروبس فيتاليز، ايه اللي تعمل هيدروبس فيتاليز؟ عندنا السفير حاجه، اثنين سفير وثلاثه كونجنتال وثلاثه سي وثلاثة سي، سيفير هيموليتيك ديزيز، سيفير ليفر ديزيز، كونجنتال انفكشن، كونجنتال نفروزس، وكروموزومال انومالي. طيب المانجمنت بقى، المانجمنت واحد واحدة كده. قال لك اثناء البريجنسي انا بعمل ايه؟ انا بعمل سكريننج للمذر، بعمل سكريننج للحوامل، بشوف الار اتش بتاعهم. لو الار اتش بوزيتيف يبقى مش مشكله. ليه؟ لان حتى لان الفادر هايبر اتش، يعني ايه يعني الانفنت هيبقى ار اتش بوزيتيف، فمش هيكون الانتي بودي. تمام ماشي. يبقى لو ار اتش بوزيتيف ما بعملش حاجه. لو ار اتش نيجاتيف ببص على الاب، لو الاب ار اتش نيجاتيف هو كمان ما فيش مشكله. ليه؟ لان هو اصلا بما ان هو ار اتش نيجاتيف والام ار اتش نيجاتيف يبقى زي الفل، كل الاولاد هيبقوا ار اتش نيجاتيف. تمام. طيب لو الاب طلع ار اتش بوزيتيف يبقى دي مشكله، الاب طلع ار اتش بوزيتيف والام هتبقى ار اتش نيجاتيف، فالاولاد هيبقوا ايه؟ ار اتش بوزيتيف. تمام. فالجنين هيبقى ار اتش بوزيتيف والام هتبقى ار اتش نيجاتيف، فيحصل نفس الفيلم اللي احنا قلنا ده. فبعمل ايه بقى؟ بشوف الماترنال هيستوري، بسال الام شويه حاجات، بسال لو هي فيرست بريجنسي بس ما حصلش قبل كده ابورشن، ما حصلش بلاد ترانسفيشن، فبسال على كده ليه؟ قال لك ما حصلش اختلاط دم قبل كده، ما حصلش سنسيتايزيشن للاميون سيستم، الاميون سيستم لسه ما يعرفش حاجه اسمها الدي انتيجن. فانا بعمل له ايه؟ بدي له يعني لو ثيرست بريجنسي وذ نو بريفيوس ابورشن وذ نو بلاد ترانسفيوجن قبل كده، يعني ما حصلش اختلاط للدم، يعني ما حصلش سنسيتايزيشن للاميون سيستم قبل كده، فانا ايه؟ انا مش هخلي الاميون سيستم، مش هدي له فرصه انه يتعرف على الدي انتيجن، انا هدي له انتي دي انتي بودي، بحيث لو حصل اختلاط في اول ولاده الانتي دي انتي بودي يروح مكسر لي شويه ار بي سيز اللي حصل لهم اختلاط دول من غير ما الاميون سيستم يتعرف عليهم. تمام. طيب الماترنال. طيب حاجه كمان، لو في سبسيكوينت بريجنسي يعني حمل الابيه كتير، او حصلها ابورشن قبل كده، او حصلها بلاد ترانسفيشن يعني حصل اختلاط للدم، يعني الاميون سيستم حصل له سنسيتايزيشن يعني اتعرف قبل كده على ايه؟ على الدي انتيجن. بعمل بقيس الانتي دي انتي بودي الاميونوجلوبين جي تتر، المستوى بتاع الاميونوجلوبين جي. تمام. بقيسه عن طريق حاجه اسمها الاندايركت كومز تيست، هنشرحه دلوقتي. اندايركت كومز تيست بقيسه في امتى بالظبط؟ بقيسه في الاسبوع ال 20، الاسبوع ال 20 وال 28 وال 32 وال 36. طيب لو طلع مستوى قليل بتعامل معاه زي قبل كده، بتعامل معاه اكن ما حصلش حاجه، بدي له انتي دي انتي بودي بس، بدي له انتي دي انتي بودي. تمام. طيب لو طلع مستوى عالي في الدم، طلع مستوى عالي في السيرم، باخد عينه من امنيوتيك فلويد، حاجه اسمها الامنيوسينثيسيس واقيس مستوى البيليروبين. طيب لو لقيت مستوى البيليروبين نورمال هعمل انتي بودي تتر تاني. لو لقيته انتي بودي تتر كويس هتعامل معاه اكنه ايه؟ اكنه ما حصلش حاجه، يعني ايه؟ ادي له انتي دي انتي بودي، اتعامل معاه زي الاولاني خالص، ادي له انتي دي انتي بودي. لو البيليروبين مستواه عالي في الدم، بيليروبين مستواه عالي في الدم، ببص على جيستشنال ايج، يعني ببص الست دي في انهي اسبوع من الحمل. لو بعد 34 اسبوع، يعني 34 اسبوع فيما فوق، انا ممكن بعمل ايه؟ اندكشن للليبر، يعني ايه؟ بولد الست دي. طيب والطفل هينزل ناقص؟ لا، بدخله الحضانه، مش مشكله عندي. طيب لو الست دي قبل 34 اسبوع، يعني 32 او 30 اسبوع، قال لك ما اقدرش اولدها. ليه؟ لان الطفل هينزل ناقص والحضانه اللي عندي ما فيش فيها امكانيات اقدر استقبل اطفال قبل 34 اسبوع. فبعمل ايه؟ المشكله بتاعت الطفل، في مشكله بتاعت الطفل انيميا و اندايركت بيليروبين. الاندايركت بيليروبين هيتكسر بالليفر بتاع الام. طيب الانيميا بما ان الام مش عارفه تصلح الانيميا، فانا هصلحه ازاي؟ هنقل له دم من بره. الدكتور نيستا بيخش بكاثيتر كده من امريكا كورد وينقل له دم، الدم اللي بينقله بيبقى او نيجاتيف ار بي سيز عشان ما يبقاش عليه اي انتيجينات. تمام. يبقى لو فيرست بريجنسي ما فيش ما حصلش اختلاط، بدي انتي دي انتي بودي. طيب لو في بريجنسي او في ابورشن او بلاد ترانسفيوجن، بدي بقيس الاميجروبين تيتر. لو نورمال يبقى اديها انتي دي انتي بودي، اديها انتي دي انتي بودي. لو هاي تيتر باخد عينه من الاميتيك فلويد واقيس البيليروبين. لو نورمال بديها انتي دي انتي بودي، لو مش نورمال، لو هاي ليفل اوف بيليروبين، بشوف جيستشنال ايج. لو اكتر من 34، اكتر من او سواء 34 اسبوع بولدها. تمام. لو اقل من 34 اسبوع بنقل للطفل دم عن انترا يوتراين او انترا بيوتراين ترانسفيوجن، يبقى او نيجاتيف ار بي سيز. تمام. طب ايه الفكره بقى طبعا الاسبوع؟ لان عند الاسبوع 34، عند الاسبوع 34 بيحصل ديفلوبمنت للسبر سنتر، ويحصل ايه؟ فورميشن للسيرفكتنت. تمام. بيحصل سايكلينج ريفلكس ديفلوبمنت. تمام. طيب بعد الولاده انا بعالج له بقى ايه؟ بعالج له الصفره، بعالج له ايه؟ بعمل له انفستيجيشن بتاعه الصفره، الحاجات دي. طيب الاي بي او ايزو ايمونايزيشن. طيب قال لك ايه؟ لو الام
فصيلة دم او، والابن او الجنين يعني فصيلة دم اي او بي. تمام. الاو الاو عندها انتي انتي اي وانتي بي، فلو حصل اختلاط قال لك طيب هو ما بيحصلش اختلاط هنا اصلا، بس ليه؟ لان الانتي بودي اللي بيتكون بيبقى ايمونوجلوبين ام، ايمونوجلوبين ام بيبقى لارج موليكولار ويت ما يقدرش يعدي من البلاسنتا، بس لو ان 15% يقدر يعدي من البلاسنتا ويكسر الار بي سي بتاع الطفل ويعمل ايه؟ يعمل ليه هيموليسيس. تمام. بس هنا الهيموليسيس هيبقى في الفيرست بيبي، هيبقى ايه؟ في الفيرست بيبي. تمام. الانفستيجيشن نفس الحكايه، التريتمنت برضو اعالج له الصفراء. ماشي. كان في حاجه اسمها الاندايركت كومز ريست. يعني ايه الكومز ريست؟ الكومز ريست لا انا بقيس بقيس الانتي بودي اللي اتكونت ضد الار بي سيز. بقيسها ازاي؟ في عندنا دايركت واندايركت كومز ريست. الدايركت بستخدمه مع الفيتس والاندايركت بستخدمه مع المذر. الدايركت بعمله ازاي؟ قال لك الار بي سيز بتاع الطفل ار اتش بوزيتيف، عليها دي انتيجين، عليها دي انتيجين. تمام. انا عايز اشوف الطفل ده عنده ار اتش انكومباتيبلتي ولا لا، يعني عنده انتي دي انتي بودي، يعني جاله انتي دي انتي بودي من الام ولا لا. تمام. يعني هو دلوقتي هو ار اتش بوزيتيف، الار بي سيز عليها دي انتيجين، عليها الار اتش بوزيتيف. طيب عايز اشوف هو جاله انتي دي انتي بودي من الام ولا لا، فبديله من بره ار انتي انتي بودي، يعني انتي بودي اجينست الانتي بودي. اول باخد عينه منه، باخد عينه منه في انبوبه اختبار. تمام. طيب من المفترض ار بي سيز عليها نيجاتيف شارج، قال لك الشحنات المتماثله تتنافر، الار بي سيز وهي متماثله عليها نيجاتيف شارج تبقى ايه؟ بعيد عن بعضها، ما بيحصلش تخثر، ما بيحصلش اجليوتينيشن. تمام. فالار بي سيز بتبقى بعيد عن بعضها. طيب الانتي انتي بودي اللي بره، الانتي انتي بودي اللي بحطه من بره بيقرب الار بي سيز من بعض، فبيعمل لي ايه؟ بيقرب الار بي سيز من بعض، فبيعمل لي كلامبنج او اجليوتينيشن او عمليه ايه؟ التخثر. ده اسمه ايه؟ الدايركت كومز تيست. ده بيعمله في الفيتس. طيب المذر، انا عايز اشوف المذر عندها انتي دي انتي بودي ولا لا. انا باخد عينه من دم الام، انت فيها بشوف فيها انتي دي بودي ولا لا. طيب الدم الام ار اتش نيجاتيف، الار بي سي بتاع الام ما عليهاش الانتيجين، ما عليهاش الدي انتيجين. طيب يبقى اذا الانتي بودي فري في البلد، فري مش ماسك حاجه لانه ما فيش انتيجين. تمام. تمام. انا بعمل ايه بقى؟ اخد عينه من الام وبدي ار بي سي من بره عليها انتيجين، عليها ار اتش انتيجين او عليها دي انتيجين عشان امسكها في الانتي بودي اللي عندها. تمام. واديها انتي انتي بودي زي الطفل، الانتي انتي بودي اللي اديته لامي من بره هيروح ممسك الار بي سي اللي اديتها من بره زائد الانتي زائد الانتي انتي دي الانتي دي انتي بودي، هيحصل ايه؟ كلامبنج. يعني الام ما عندهاش الدي انتيجين، انا هديها من بره دي انتيجين وهديها الانتي انتي بودي. تمام. الانتي انتي بودي هيروح ماسك في الانتي بودي، هيروح ماسك في الانتيجين، كلهم يمسكوا بعض يعملوا كلامبنج. طب ايه الفكره؟ لو الام ما عندهاش من البدايه الانتي دي انتي بودي مش هيحصل كلامبنج حتى لو اديت الار بي سيز من بره. تمام. ده اسمه الكومز ريست. لو ما فهمناهوش مش مهم، هو بس يعني حاجه لو حد عايز يفهمها يعني.